وباريخو كرة خطيرة والهدف الأول. جول جول جول. الكل في انتظار القرار، هل على نفس الخط أم لا؟ شخصيا نرى أنه تبقى النتيجة بدون هدف مثل ما قال رؤوف كذلك. نزار ليس هذا نزار تشيلسي، ما زال لم يتعافى. وكرة نزار، جول 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 كريم، جول كريم، جول بأسيست رائع للبلجيكي. وصول لأسنسيو، ثلاثة لاعبين في وسط الميدان الآن. مندي يعدي، مندي ممتاز، كرة رائعة، جول على دخوله، على دخوله شاب حلولو ماركو أسنسيو. أقل من خمسة دقائق لنهاية المباراة، والريال في وضعية رويال، الريال وإمكانية الثالث. كريم مشاهدينا الكرام يفك الارتباط مع فرق بوشكاش في هذه اللحظات. كريم الرائع، كانك ان ينال البطاقة الحمراء بقرار سانشيز مارتينيز. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم سانشيز مارتينيز على نهاية المباراة بانتصار الأقرام.